يا مساء الخير والجمال والسعادة على كل مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج حكايات بلدنا. معكم محمد طاهر. حبيت في الحقيقة تكون البداية بالتأكيد على ان هذه الحلقة حلقة جديدة وليست اولى حلقات البرنامج، لان في الحقيقة تاريخ البرنامج بيمتد مع حضراتكم لسنوات طويلة عبر العديد من الفضائيات. يمكن بيمنعني البروتوكول الإعلامي من ذكر أسمائها، ولكن الكثير من حضراتكم يتابعنا أسبوعيا، وتحديدا فيما يتعلق بالزيارات الصناعية التي اعتدنا، وأنا هنا بقول اعتدنا أنا وفريق العمل، وهناك جنود مجهولة في الحقيقة خلف الكاميرات بنجوب أرجاء المناطق الصناعية بحثا عن توثيق حركة الصناعة المصرية في هذه المرحلة، تزامنا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم حركة الصناعة المصرية والعمل على الارتقاء بجودة المنتج المصري. وده في الحقيقة هنشوفه النهاردة في الجزء الأخير من حلقتنا من خلال أكتر من زيارة وأكتر من لقاء في الحقيقة ببلوره المشهد الصناعي في هذه المرحلة، وتحديدا الصناع المشاركين في معارض أهلا رمضان اللي في الحقيقة انطلقت منذ أيام بمدينة نصر. وفي الحقيقة يكون لنا النهاردة حديث خاص عن هذه المعارض التي تهدف إلى رفع كاهل أو تهدف إلى رفع الأعباء المعيشية من على كاهل المواطن المصري. قبل ما نبدأ بس يعني يمكن بعد غد في الحياة بننتظر أول أيام شهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، رمضان كريم. وعايز أقول بقى يعني بالمناسبة دي فرصة كويسة بعد كم الأحداث من كورونا والأحداث في الحياة التي تشهدها حالة الأسر المصرية، دي فرصة جميلة جدا لتوطيد وتعزيز الأواصر الاجتماعية. بمعنى ايه؟ النهاردة شايفين خلال الفترة الأخيرة يعني مش عايز أقول تفكك، ولكن ابتعاد وتباعد بين الأهالي والأسر نتيجة زحام الحياة ونتيجة الانشغال بالمسؤوليات ونتيجة يعني إلى آخره. ولكن النهاردة دي فرصة كويسة اللي ما بزورش حد يبدأ يسأل عليه يطمن عليه، اللي مسافر في القاهرة وبيرتبط بأعماله في القاهرة بعيد عن أهله وأسرته في المحافظات ينزل. وفي المقابل عايز أحذر يعني هنا، وحتى لا يحمل كلامي تناقض، عايز أحذر وإحنا بنزور وإحنا بنؤدي الطقوس الطبيعية لهذا الشهر الكريم ناخد بالنا شوية. ناخد بالنا من إيه؟ النهاردة شايفين الكيرف المرتبط بالإصابات بكورونا في ارتفاع مستمر، ويمكن النهاردة او امبارح تحديدا منذ ساعات اعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ نتيجة تزايد ارتفاع اعداد الاصابات في كثير من البلاد وتحديدا مصر. امبارح شايفين الكيرف بياخد النهاردة منحنى مختلف في تصاعد وتزايد اعداد الاصابات. هرجع يعني مع حضراتكم لتحذير قلناه مرارا وتكرارا، لسنا في حاجة إلى قرار حكومي. النهاردة في قرارات حكومية كثيرة تغرم وتعاقب وتلزم وتتابع وكذا، ولكن في الحد صحتنا احنا، دي حياتنا احنا، مش محتاجين النهاردة قرار حكومي يجي حد يفعله ويراقبني ويشوف أنا ملتزم ولا لا. هو مين اللي هيدفع الثمن؟ هل الحكومة هي اللي هتدفع الثمن ولا احنا؟ احنا اللي هندفع الثمن. يمكن انا بأكد على ده مرارا وتكرارا، وبحب في الحقيقة يعني دي رسالة كمان لأصحاب الكيانات الصناعية، لأن الصناعة لها يعني بعد مختلف. هو ايه البعد المختلف؟ مصنع في الحقيقة يعني تجمع لعشرات من العمال، عامل جاي من المنطقة الفلانية وعامل تاني جاي من الأسرة من الحتة، يعني بنشوف تجمع من أماكن مختلفة. لا قدر الله حالة واحدة إصابة بسيطة ظهرت
في هذا المصنع، يبقى احنا هنا النهارده بنجني في الحقيقه على عشرات من اسر العمال التي ترتبط بهذا المصنع. طب فين صاحب المصنع؟ فين صاحب الكيان؟ مش عايز اكد النهارده على انه في قرار حكومي بغلق اي منشاه صناعيه لا تلتزم بالاجراءات الاحترازيه مع التغريم. الموضوع مش كده خالص. والاستثمار المصري والاقتصاد المصري لا يتحمل عمليات غلق في هذه المرحله، ولكن يجب ان يكون الحرص نابع من داخلنا. عشان كده دي رساله النهارده بطرحها امام حضراتكم للجميع، سواء مواطنين سواء مصنعين. وانا بقول مصنعين لان البرنامج في الحقيقه بيشغل حيز كبير منه عالم الصناعه المصريه. ضروره الالتزام بالاجراءات الاحترازيه خلال الفتره القادمه، والا سندفع الثمن جميعا. مشاهدينا في كل مكان، نروح سريعا لفاصل اعلاني ونرجع لحضراتكم من جديد نكمل باقي مواضيع حلقتنا. طالي زينو، شركة شيماء لمنتجات الألبان. الشيماء وليدة حوالي 20 سنة، بس المهنة متوارثة أباً عن جد. أنا بوص إن أنا أعمل منتج جودة عالية محترمة أرضيها على نفسي وأرضيها على الناس. موضوع التطوير وسندنا في التطوير والتضحيات اللي إحنا اللي هم بيعملوها عشان في التطوير بتخلينا نتفائل بالخير وفي تقدم جامد جداً جداً جداً. ولذلك أنا فاتح في شرقية في كرة أرياف وبعمل منتج دلوقتي أقدر أنافس بيه اي حد. عندنا في المنيو النهارده اللي احنا فيه دوت 41 منتج كلهم على درجه عاليه جدا، جبنه بيضه، جبنه قريش طبيعي، جبنه ملح خفيف، جبنه ثلاجه، جبنه فيتا، جبنه اسطنبولي، براميلي، شيدر، كيري، كل الاصناف دي موجوده بجميع المنتجات ديت باعلى جوده وتحدي، والسعر برضك مش اوفر. انا بتحدى اي حد يجي بضاعه صلاحيه وجوده ودهون صح، وكل اللي احنا بنشتغل بيه حاجه انتاج 10 على 10. انا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر كل اللي قايمين على معرض، لانهم فعلا صحيح يعني عاملين معانا حاجات محترمه جدا يعني، حتى الناس، حتى الزوار، حتى المعارض، كله في خدمه تامه. رمضان محمود من الشرقيه، قرية كفرنيك، مركز الابراهيميه. شركة الشيماء يمول التجارات الغذائية. بعض المصانع بتضرب، بس في الحقيقة ان دي كلها بيخاطر بنفسه للمساءلات القانونية، لان هو مفروض انا ليا منتج ما ينفعش ان انا اقلده، مواصفات معينة، سجل تجاري معين، رخصة معينة. عروض شركة الشيماء عروض كويسة جدا، الخصم فيها بيوصل ل 30 و35%، يعني عندنا حضرتك علبة جبنة فيتا كيلو كامل، عندنا علبة جبنة كيري 500 سادة، وعندنا علبة جبنة مشي بالخلطة يعني اللهم صل على النبي ب 69 جنيه بدل من 81 جنيه، ده عرض من العروض. وعندنا بعد كده جبنه فيتا كيلو فلفل، وعندنا جبنه كيري ساده 350 جرام، وعلبه مرطه 350 جرام ب 65 جنيه بدل من 76 جنيه يا فندم. وعندنا اكتر من كام عرض كمان، خصم حوالي 41% وخصم حوالي 35% مناسبه شهر رمضان الكريم. وان شاء الله ربنا يجعله رمضان هنا على الامه الاسلاميه وعلى المصريين. وطبعا بنشكر رئيس عبد الفتاح السيسي طبعا اولا، والقيادات الصناعيه، سياده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير التموين الدكتور علي المصلحي، وزير الصناعه والتجاره.
رجعنا لحضراتكم من جديد بعد الفاصل الإعلاني، وياريت في الحقيقة يعني نحتفظ بالرسالة اللي أكدت عليها قبل الفاصل بضرورة الالتزام في بالإجراءات الاحترازية في شهر رمضان المبارك، خاصة مع كثرة الزيارات التي يشهدها هذا الشهر من زيارات عائلية وكذا وكذا وتنقل ما بين المحافظات المختلفة. عشان كده عايز أكد على الحرص ثم الحرص ثم الحرص. موضوع آخر أو موضوع تاني، في الحقيقة يعني يمكن أنا من أنصار المعسكر الرامي إلى عدم التدخل في الحياة الشخصية للأفراد، وتحديدا الحياة الشخصية للنجوم، نجوم المجتمع، لأن في الحياة بتكون عرضة دائما للقيل والقال والنقد، وبنشوف ده في الحياة في أمثلة كثيرة ومتعددة، مش عايز يعني يمكن أشغل حضراتكم بذكر هذه النماذج، ولكن في المقابل بنشوف حالات استفزاز في الحياة من بعض الفنانين للمجتمع. وكلمة فنان يعني احنا عارفين كلمة فنان ما هو إلا رسالة. طب إيه الرسالة النهاردة من وراء الاستفزاز؟ ليه بقول هذا الكلام؟ بقول هذا الكلام لأنه في الحقيقة تابعنا على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة حالة من الغضب نتيجة خروج محمد رمضان بفيديو جديد على إنستجرام في أعقاب حكم المحكمة الاقتصادية بإلزامه بتعويض في قضية الطيار، تعويض قدره 6 مليون جنيه، وفي الحقيقة بيخرج بفيديو في نوع من أنواع الاستفزاز للجمهور المصري بإلقائه يعني أوراق تشبه الدولارات في حمام السباحة. سيان وسواء كانت هذه دولارات حقيقية أو أوراق، إيه الغرض من هذا الفيديو؟ إيه الغرض يا أسطورة؟ أنا مش فاهم ليه يعني كل ما الناس بتحاول تقرب لك وتحاول تاخد الجزء الإبداعي والفني من شخصيتك تبعد انت في إطار تاني خالص. ليه؟ ايه هذا الكم من الصلف والغرور والتعنت والاستفزاز حتى لو كانت الأوراق مش أوراق مالية حقيقية؟ ولكن ايه هي الرسالة اللي انت عايز تقولها النهاردة من وراء هذا الفيديو؟ انا مش فاهم في الحقيقة. يعني انا بنتظر خلال الساعات القادمة قرار نهائي بشأن محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية في الحقيقة، لأن بتتكرر وبتعاد وبيظهر علينا مرارا وتكرارا وكل فترة بفيديو جديد أو موقف جديد مستفز. ليه؟ عايز تقعد في حمام السباحة عندك اقعد، انت حر، ده موضوعك، دي حياتك الشخصية، لكن انت اللي خرجت على الناس بهذا الفيديو ومش فاهم ايه السبب، ايه الرسالة اللي انت عايز تقولها؟ يعني هل يا محمد يا رمضان، هل ده في الحياة يبني امجاد فنية من وجهة نظرك؟ انا مش فاهم، ولو حد فاهم يعرفني، لان انا في الحقيقة بطرح هذا الموضوع بعد ما شفنا حالة من الغضب على السوشيال ميديا نتيجة يعني عملية الاستفزاز اللي تمت بإلقاء الأوراق المشابهة للدولارات في المياه، واحنا عارفين الحالة الاقتصادية للشعب المصري شكلها ازاي. انا عايز اعرف منك انت شخصيا تأثير ده على مواطن فقير يا عيني، واحنا على ابواب شهر رمضان الكريم بيشوفك بتتعامل مع الاموال بهذه الطريقة. مفيش كلام تاني عندي اقوله. على كل حال ننتظر تصحيح للموقف من الفنان، وننتظر ايضا رد واضح وقرار حازم من نقابة المهن التمثيلية، لان في الحقيقة يعني، وهنا مش بتكلم على محمد رمضان بس، عندنا عشرات النماذج التي تستفز الجمهور المصري، ويعني في الحقيقة بتطرح رسالة تبعد كل البعد عن الفن ومضمون الفن. عايز اوريكم بس دلوقتي حاجة صغيرة كده من شكل
الاستفزاز اللي بيقدمه محمد رمضان للجمهور على السوشيال ميديا، برغم انه كان في خلاف في الحقيقه في الكنترول في فكره عرض هذا الفيديو من عدمه، لانه انا في الحقيقه من انصار المقاطعه الشعبيه، يعني برغم انتظارنا لقرار حازم من نقابه المهن التمثيليه الا ان هناك رساله وواجب شعبي يجب ان نتخذه جميعا خلال الفتره القادمه، وهو المقاطعه التامه لكل السفهاء. نطلع نشوف عينه صغيره من الفيديو وارجع لحضراتكم من جديد. رجعنا لحضراتكم من جديد بعد ما شفنا جزء من الاعمال المستفزه لمحمد رمضان، وانا بعتذر عن عرض هذا الجزء البسيط، لان في الحقيقه يجب ان تكون البدايه من عندنا. وكل واحد في الحياه بيبحث عن اعماله على اليوتيوب ويضيف لرصيده، وشاف ان البدايه الحقيقيه في التعامل مع هذا المتعجرف هو المقاطعه النهائية لجميع أعماله. في أعقاب انهيار عقار بجسر السويس، وفي الحقيقة هذا الموضوع عاد إلى الأذهان، انهيار العقار المنكوب بالدائري. في الحقيقة هذا الموضوع بيفتح مساحة من التأمل لعدد المصانع الموجودة داخل المناطق السكانية. يمكن هذا الكم من هذه المصانع الموجود داخل المناطق السكانية هي ضريبة في الحقيقة بندفعها نتيجة ممارسات خاطئة من مجالس المدن والمجالس المحلية في شتى المحافظات، زي يعني كثير من الأمور التي ندفع ثمنها حاليا ويعمل على تصحيح المسار فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن في الحقيقة شكلت لجنة في عقاب انهيار العقار بجسر السويس لفحص سلامة العقارات الموجود أسفلها الورش والمصانع وكذا. في الحقيقة هذا القرار إن تم تفعيله فقط على جسر السويس فهو في تقديري وفي ظني إن هذا الأفق في الحقيقة أفق محدود، لأن عندنا مش عايز أقول عشرات ومئات بل آلاف من المصانع والورش وكذا وكذا موجودة في عشرات المناطق المأهولة بالسكان، مش عايزين يعني بمثابة قنابل موقوتة موجودة وسط السكان في كل محافظات مصر. مش عايزين كل يوم نصحى على كارثة جديدة مشابهة، ولكن عايزين في الحقيقة تفعيل وقرار واضح من مجلس الوزراء بتخصيص أرقام لتلقي طلبات السكان في جميع المحافظات للإبلاغ عن الورش والمصانع التي تقوم بتعديل في الهيئة والتركيبة الإنشائية للمباني من نفسها بعيدا عن القانون وبعيدا عن إبلاغ الجهات المعنية، لأن في الحقيقة شفنا ده بيسبب كارثة مش عايز أعيد في تفاصيلها كتير، زي جسر السويس وزي عمارة فيصل وزي مصنع العبور اللي اكتشفنا بعد ما راح ضحيته اكتر من عامل عدم وجود ترخيص من الاساس. فنرجو يعني نرجو تحديدا بالنسبه للمصانع الموجوده اسفل المباني والسكان تخصيص رقم واضح خلال الفتره القادمه من قبل الجهات المعنيه في مجلس الوزراء او وزاره الصناعه لتلقي جميع شكاوى
السكان في المناطق السكانية المختلفة من تأثير هذه المصانع والورش. والنهاردة في الحقيقة يعني ما حدش له حجة. يعني النهاردة عشان ما حدش يقول لي هذا الخطاب بيحمل انتقام او تصفية حسابات مع الاقتصاد او مصانع الاقتصاد الغير رسمي، لا في الحقيقة ما حدش له حجة. النهاردة عندنا بدل المنطقة الصناعية 10، عندنا النهاردة العبور واكتوبر، مش عايز يعني مش عايز اقعد اعد الامثلة في الحقيقة كثيرة، ولكن اللي عايز يشتغل في الحقيقة صح قدامك الطريق ممهد، تقدر تروح اقرب منطقة صناعية موجودة جنب حضرتك وتبدأ تروح من خلال هيئة الاستثمار تقول انا عايز اشتغل في هذه المنطقة، بعيدا عن السكان وبعيدا عن زحام السكان وبعيدا عن تأثير هذه المصانع واضرارها البيئية بالمناطق السكانية. حد بقى تاني حابب يفضل كده، ده حريتك انت، ده اختيارك. يعني هنا في الحقيقة هذا الطرح بيعيد الى الاذهان تحديدا مدينة ميت غمر، لانها في الحقيقة من المدن التي تشهد انتشار كبير لصناعة الالومنيوم وكذا. هذه الصناعة يعني لها اضرارها البيئة كلنا عارفين. هذه الصناعة لا يجب ان تكون موجودة داخل المناطق السكانية، يعني لما يعرف عنها من انبعاثات وضوضاء وكذا وتعديلات وتأثير على البيئة. ولكن بعد هذا الطرح شفنا في الحقيقة توفير منطقة استثمارية لضم هذه الورش بمدينة ميت غمر بتقام برعاية هيئة الاستثمار، ولكن مفيش حد قدم. يبقى المشكلة عند مين؟ المشكلة عندنا احنا كأصحاب ورش وكأصحاب مصانع وكأصحاب كيانات موجودة داخل المناطق السكانية، نفضل طول الوقت نلوم على الدولة، ونفضل طول الوقت نقول للدولة انت فين، ونفضل طول الوقت نقول انا عايز اروح منطقة صناعية. طب ما المناطق الصناعية موجودة، ايه اللي منعك؟ ايه اللي مأخرك؟ ولا يعني بعيدا عن رفع الحرج، ولا انت عارف ان المنطقة الصناعية النهاردة انا هشتغل في النور، يعني هبقى ملزم بسجل تجاري وبطاقة ضريبية، يعني هبقى ملزم بسجل صناعي، يعني هبقى ملزم بدفاع مدني. انا بقول هذا الكلام في الحقيقة لان عندنا عشرات من اصحاب هذه الكيانات وكلنا عارفين، يعني كل الناس عارف هذا الكلام، موجودين خارج النور بيعملوا في تحت مظلة الاقتصاد الغير رسمي بدون اشتراطات وبدون مواصفات وبدون التزامات وبدون ارتباطات. وفي الحقيقة حذرنا مرارا وتكرارا من التأثير السلبي لهذه الظاهرة على الاقتصاد الرسمي. النهاردة كل في الحقيقة من يعمل في منظومة الاقتصاد الرسمي سواء مصنع سواء تاجر سواء وكيل سواء النهاردة بيلتزم بالاشتراطات والمواصفات وشروط الدولة في طرح المنتج، عنده التزامات. في المقابل الشخص الثاني اللي بيشتغل في الضلمة في المسار الغير رسمي لا يلتزم بهذه الاشتراطات، وبالتالي في منافسة غير عادلة في السوق. هذه الشكوى دايما يعني في الحقيقة بنسمعها مرارا وتكرارا في لقاءاتنا المختلفة مع كثير من المصنعين في كثير من المناطق الصناعية. علشان كده بس قبل ما نروح لأول تقرير في زيارتنا النهاردة، حابب أكد يا ريت يكون في تخصيص رقم واضح لتلقي شكاوى السكان في جميع المناطق من المصانع والورش وكذا الغير مرخصة الموجودة في المناطق السكانية. مشاهدينا في كل مكان، هنروح لفاصل تاني ونرجع لحضراتكم من جديد. حسين صيام، نائب مدير مخبوزات الحريه.
الحاج علاء 20 سنه في المجال ده، اهلنا كلهم في المجال دوت من زمان. يعني المخبوزات كانت زمان معروفه يعني نوعين 3 4 يعني الحاج علاء والحاج عمرو والحاج عمر والحاج اسماعيل واخواتهم، طبعا ناس محترمه جدا على طول في تجديد، يعني على طول عايزين جديد، على طول حاسين بالزبون، فاهمين هو عايز ايه. عمليات التطوير بتيجي بالشغل المظبوط، بالجوده المظبوطه، بالاتقان في الشغل. فلو يعني الناس اللي عندنا كلها بتراعي ضميرها في الشغل، الناس شيفات محترمه جدا، السوق بيتسع لمخبوزات كتير ومحلات كتير وبراندات كتير، بس اعتقد مش ماشيه بالاوراق المطلوبه. يعني هي دي بتفرق طبعا، يعني الاوراق المطلوبه حاجه كويسه ان انت تطلع شغل كويس. برضو هو الشغل في اطار الدوله وقوانين الدوله اعتقد هيوفر عندك جهد كتير وتعب كتير، فلو مشيت بالاطار بتاع الدوله وقوانين الدوله هتستريح. بقول للمستهلك ان مخبوزات الحريه مش ممكن يعني شغلها غير شغل ناس كتير ممكن تكون معروفة وشغلها مش قد كده. الالتزام بالتعليمات بيديك شغل نظيف. سيادة الرئيس صراحة يعني بص خدمنا في حاجات كتير قوي، فلو فضلت احكي عن سيادة الرئيس مش هوفي له حق والله صراحة. ساعدنا في حاجات كتير وواقف معنا في حاجات كتير، ويعني طرق اماكن شغل اي حاجة موجود فيها ما على طول معانا، على طول معانا سيادة الرئيس في كل حاجة. اي حد هنا لازم يلبس كمامة، جلافز، الكاب، الزي، حاجات اساسية. التعامل مع الزبون لازم بيبقى بحرص. رمضان كريم وان شاء الله فرعنا موجودة في كل حتة، ويا رب تنورونا وعايزين نشوفكم. لحضراتكم من جديد. وحتى في الحياة لا تكون الصورة سوداوية كما يعتقد البعض، يعني يمكن اتكلمنا في الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة، وكلمنا في الموقف المستفز لمحمد رمضان، وكلمنا في القنابل الموقوتة الموجودة داخل المناطق السكانية، وده في الحياة انعكاس لوجود عشرات من المصانع الغير ملتزمة في هذه المناطق. وفي إطار عملية البحث عن نقل هذه المصانع الى اماكنها الطبيعية، المناطق الصناعية، يعني مش عايز تكون الصورة كاملة شكلها يعني بشكل تطرح بشكل سوداوي. الجانب المضيء بقى في الجانب الاخر في الحقيقة، يعني تابعنا من يوم الاحد الماضي انطلاق فعاليات معرض اهلا رمضان بمدينة نصر، وفي الحقيقة شفنا اقبال شديد من الجمهور. وبالمناسبه يعني لمن يتابعني في هذه اللحظه قدامك فرصه، اللي ما راحش لو انت من سكان القاهره تقدر بكره تروح لحد الساعه 10 بالليل، هناك هتلاقي كل احتياجات البيت او المنزل. في الحقيقه زي ما بيقولوا كده من الابره للصاروخ، لكن مش هتلاقي الصاروخ هناك لان الصاروخ في الحقيقه عينينه لحاجه تانية. هناك يعني شفنا مسألة أقرب للاحتفال، وبرغم أن المعرض بيستهدف رفع الأعباء من على كاهل المواطن المصري قبل شهر رمضان المبارك، في الحقيقة بيمثل في المقابل تتويج للمنتجات المصرية. النهاردة هذا المعرض في الحقيقة ضم في القاهرة تحديدا، ولا يعني مش بتكلم عن باقي المحافظات، لأنه في الحقيقة بالتزامن مع انطلاق معرض القاهرة بنشوف معارض أهل رمضان بتنتشر في المحافظات والمراكز والمدن وكذا، ويمكن كل تفصيلة معرض بتختلف عن الآخر. ولكن خلينا نتكلم هنا معاكم عن المعرض الأم في مدينة نصر. شفنا مشاركة في الحياة 136 شركة رائدة و136 مصنع بيقدموا أفضل ما عندهم من منتجات لدى للسوق المصري وللمستهلك المصري. وفي الحقيقة ما بقول تتويج للمنتج المصري، لان في الحقيقه هذا الجهد وهذا الطرح من منتجات
مش بس بتطرح في السوق المحلي، بعضها في الحقيقه بنشوفه في السوق العالمي لانه بيلتزم بمواصفات عالميه. بنشوف هذا الجهد في الحقيقه وجود 136 عارض بمعارض اهل رمضان بيمثل تتويج لجهود وزاره التنميه، وزاره التجاره والصناعه في دعم الصناعه، وايضا مجهودات بتبذل في الحقيقه من قبل القائمين على القطاع الخاص للارتقاء بمنتجاتهم. عايز اقول لحضراتكم بكره عندنا فرصه، اللي ما راحش المعرض يلحق يروح، هتلاقي كل حاجه هناك، يعني السمنه، الزيت، السكر، اليميش، كل احتياجات البيت في شهر رمضان بيوفره في الحقيقه هذا المعرض. تعالوا نروح سريعا ونطير لمدينه نصر نشوف رأي رواد المعرض في التخفيضات وشكل المعرض هذا العام، ونرجع لحضراتكم من جديد. انا بشارك كل سنة في المعرض بتاع السوبر ماركت. صراحة التميز والريادة اللي احنا بنشوفها هنا، بل السنة دي الاهتمام الواضح من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اهتمامه بالمواطن، انا فعلا حسيت بالكلام ده. المعرض ده هنا في حاجات متميزة، في حاجات ريادة، وبشكر دولة رئيس الوزراء على المجهود الجبار اللي احنا شفناه هنا، والحاجات الجميلة اللي احنا شفناها من منتجات ومن معروضات. كمواطنين انا بقول لحضرتك، انا راجل موظف، مش راجل يعني، انا راجل موظف على قدي، بس فعلا حسيت بالفرق الشاسع ما بين الاسعار هنا وبين الاسعار بره. وفعلا بشكر اجهزه الدوله كلها والحكومه ورئيس الجمهوريه والناس اللي هي بتدعمنا، لقيت كل السلع متوفره وفيها وفره واسعارها مناسبه جدا، مناسبه يعني، وانا اشتريت واتبسطت فعلا. يعني انا كنت جاي اعمل حسابي ميزانيه معينه، لقيت نفس الميزانيه اللي انا هشتري بيها فاض معايا منها، وجبت كمان فوق منها. المعرض صراحه ممتاز، وانا بجي على طول كل سنه، وكنا زعلانين ان هو السنه اللي فاتت ما اتعملش بصراحه. بجيب منه اكتريه احتياجاتي حتى بعد رمضان كمان، يعني ما بعمل حسابه بصراحه من السنه للسنه. في حاجات زي اللي بره، وفي حاجات عليها عروض، فبتفرق برده معاك ان بتاخد منها كميات او حاجه بتوفر معايا، وفي حاجات اقل من بره بكتير كمان. هو الحاجه كويسه وصراحه يعني الواحد بيستناه، فعشان كده مثلا بجيب منه بقى كل حاجه بالمره. الميزه الواحد اللي بيستفيد منها ان في فرايتي كتير، شركات كتيره متجمعه، الوقت بيقدر بس يقارن ما بين المنتجات وبعضها والجوده. حضرتك احنا بنيجي كل سنه، من يوم ما اتعملت قاعه المؤتمرات اتعمل فيها معرض رنت الرؤيه ورمضان، انت بتنزل الاول كنت عشان تجيب طلباتك واحتياجاتك بتلف اماكن كتير، فكنت بتتعب جدا، لكن دلوقتي بتنزل كل الحاجه موجوده في مكان واحد، فكل مستلزمات بيتي بعدي اجيبها بسهوله، ومعايا عربيه بحط فيها حاجتي، وبروح خلاص بخلصت كل طلباتي واحتياجاتي في مشوار واحد. اسعار حلوه بصراحه، هي زي كل سنه بامانه، يعني هي ليها كام سنه كده ما ارتفعتش، هي نفس مستوى الاسعار. المصنع مغطي كل شيء، انا شايفاه حتى مغطي ادوات منزليه، مغطي كل حاجه، كل حاجه فيه، كل حاجه هتحتاجها في بيتك في توقيت رمضان ده كله الايام العاديه موجوده في المعرض. فراخ، لحمه، سمك، كل حاجة. ربنا يحفظكم ويحميكم ويخليكم لمصر بجد. انتوا يعني عايز اقول ايه، انتوا ظهرنا وسندنا، وانتوا اللي سهرانين عشان خاطرنا، وربنا يخليكم ويبارك فيكم وتفضلوا تعملوا اكتر لمصر. على فكرة وجهة مشرفة جدا لمصر، يكفي معرض الحضارة اللي كان لسه معمول، وصورتنا قدام العالم كله، وصورتنا قدام انفسنا حتى، ان احنا شعب الحضارة وشعب في تقدم. احنا من يوم الراجل ده ما مشيت ربنا يحفظه ويخليه لنا، بصراحة بلدنا في تطور، بلدنا في تقدم، بلدنا في خير، احنا في خير الخير. انا جوزي يعني مش عايزه اقول رتبته، هو راجل في يعني كان مسؤول، لما سافر بره راح لبنان قالوا له يا ريت تدونا الراجل اللي عندكم ده، اتسلفوا لنا، طب بتعملوا له ليه الانتداب، يقعد معانا كام سنه بس. راح العراق والله اتقال له نفس الكلام، انتوا سعداء ان عندكم هذا الشخص. هو طبعا الحاله الاقتصاديه وفي نفس الوقت موضوع كورونا مؤثر، يعني مش هقول لك لا، يعني الشركات كانت بتبقى ما شاء الله كتيره، العروض نفسها برضو كانت بتبقى مختلفه، حاجات كتير الناس كانت بتبقى، يعني احنا كنا بنبقى داخلين ولا سوق العتبه، بس برضو لما حد ما كده كويس يعني. يعني انا مثلا كنت بجيب حاجه ممكن اجيب عليها حاجتين ثلاثه تاني، هو النهارده بدا يخفض في حاجات معينه مثلا في سعرها بتاع كده يعني، لكن مش زي الاول صراحه، لكن برضو كويس يعني الى حد ما، في الظل اللي احنا فيه حاجه برضو كويسه مش وحشه.
بجد تفرح زي ما شفنا كده كاميرا البرنامج في معرض اهل رمضان في لقاء مع رواد المعرض، كلمونا عن رؤيتهم للمسألة في إطار المبادرات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي يدعم من خلالها المواطن المصري. بالمناسبة بمناسبة المعرض، يمكن من ساعات وافقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على إطلاق معرض القاهرة الدولي اللي في الحقيقة اعتدنا تنظيمه سنويا في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر القادم. وفي الحقيقة معرض القاهرة الدولي بيضم سنويا أهم الكيانات الإنتاجية في مصر. هذا العام وبحسب مي عسل رئيس الهيئة المصرية للمعارض قالت إن هذا العام معرض القاهرة الدولي سيشهد تغييرا جذريا في عرض المنتجات، حيث سيشهد عرض منتجات مختلفة تماما عن كل الأعوام السابقة. في الحقيقة وإحنا في زيارتنا للمعرض اعتدنا لقاء أكتر من مصنع وأكتر من عارض بنستطلع من خلاله رؤيته للمشهد الصناعي في هذه المرحلة. من ضمن الناس اللي شفنا في الحقيقة يعني دي كانت أول مشاركة لي هذا العام، وفي الحقيقة بيبذل مجهود كبير جدا للارتقاء بمنتجه، مش بس علشان السوق المحلي، علشان كمان يمثل الدولة المصرية قريبا في الخارج، وهو في الحقيقة بيشتغل يوميا وبيوصل الليل بالنهار زي ما بيقولوا عشان يقدر يقدم منتج يمثل فخر للصناعة المصرية في الخارج، منتج بالمواصفات العالمية. تعالوا نروح سريعا نرجع مع حضراتكم للمعرض تاني ونشوف لقاء كاميرا البرنامج مع المهندس ابراهيم متولي رئيس مجلس إدارة شركة الشيماء لصناعة الألبان، ونرجع لحضراتكم من جديد. رجعنا لحضراتكم من جديد بعد ما شفنا المهندس ابراهيم متولي رئيس مجلس إدارة مصنع الشيماء لصناعة الألبان كيف يفكر في هذه المرحلة، وان شاء الله يكون ضيف معانا زي ما وعدنا خلال الحلقات القادمة على الهواء مباشرة، هنستعرض معاه تفاصيل كثيرة ترتبط بصناعته في هذه المرحلة وكيف يفكر بشركة الشيماء والعاملين فيها في المستقبل وتحديدا مستقبل صناعة الألبان. اتكلمنا في بداية الحلقة في الحقيقة عن الإجراءات الاحترازية، ومن ضمن الحاجات اللي بتلفت النظر النهاردة وجود عشرات من الكمامات التي تضر. يعني حد يقول لي يعني ايه تضر؟ يعني ببساطة شديدة كمامة غير مطابقة للمواصفات، كمامة تم تصنيعها بمصنع مجهول المصدر غير معروف هويته هيطلع ايه؟ بطبيعة الحال هنشوف في الاخر كمامة بدلا من ان تقي وتمنع وتمثل حائط صد من الفيروسات، هنشوف كمامة في الحقيقة تفتقر الى الشروط الدنيا من المواصفات وبالتالي تمثل انتشار سريع للفيروس وكذا. هذا الكلام بقوله انه في الحقيقة في لقائي مع المهندس محمد ابو حجر رئيس مجلس ادارة شركة بيتا للمستلزمات الطبية، في الحقيقة تحدثنا عن تفاصيل كثيرة ترتبط بافق هذه الصناعة وكيف او الى اين وصلت مصر تحديدا في هذه الصناعة، ولكن في المقابل شايف انه ينبغي فرض مزيد من الرقابة على المصانع، مصانع بير السلم في الحال اللي بتنتج او تنتج كمامات غير مطابقة للمواصفات، وشايف انه على المستهلك ان يتحلى بمزيد من الوعي خلال الفترة القادمة للتمييز او نقدر ازاي نميز بين كمامة مطابقة للمواصفات خارجة من مصنع معروف معتمد من وزارة الصناعة ومصانع اخرى بنشوفها في الحياة تحت بير السلم.
تعالوا مشاهدينا نشوف او نروح سريعا للقاء كاميرا البرنامج مع المهندس محمد ابو حجر ونرجع لحضراتكم من جديد. الحقيقة زيارة كاميرا البرنامج لمصنع بيتا لتصنيع المستلزمات الطبية، وانا عايز اتكلم في الحقيقة، عايز اشكر فريق عمل البرنامج الحاب بيبذل مجهود من نار حتى تروا حضراتكم هذا الطرح وهذه التقرير من كافة المناطق الصناعية في اطار دعم الصناعة الوطنية كما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما. بعيدا بقى عن الكمامة المطابقة والغير مطابقة زي ما اتكلمت قبل التقرير، عايز أكد كمان أنه هنا زي ما المهندس محمد أبو حجر قال وأشار على ضرورة الحد من الاستيراد. شفنا في الحقيقة الدولة بتدخل في كثير من القطاعات الصناعية بالحد من استيراد المنتج، لأن بقى عندنا خلاص بقى عندنا القدرة على تصنيع منتج مماثل بل يفوق في الجودة، ولكن في هذا المجال يمكن عندنا كم من المصانع قدر يلبي احتياجات السوق المحلي، وبالتالي بدأ يفكر كمان في السوق العالمي واحتياجات السوق العالمي من المنتج المصري. خطوة أولى في هذه المسألة نبدأ بس نفكر ازاي نوقف الكمامة المستوردة. عندنا مصانع محلية. بعد هذه المسألة نبدأ نفكر كمان ازاي المصانع التي تطرح منتج غير مطابق للمواصفات نبدا ناخد بايديها يا جماعه، ونبدا نقول لهم ازاي النهارده تصنع كمامه تفيد المجتمع ولا تضر بالمواطن، زي ما بيقولوا بتزود البن لطين، يعني جيت النهارده استخدم الكمامه عشان تقي من فيروس كورونا، بالعكس بتكون حامله وناقله لفيروس كورونا. تقرير اخير هنروح لحضراتكم، هنروح مع حضراتكم ليه شركة الحرية للمخبوزات، وكل سنة طابين قبل شهر رمضان، عارفين يعني المخبوزات من الصناعات المهمة جدا في هذا الشهر، ولكن في الماضي وفي القديم في الحقيقة اعتدنا ان هذه الصناعة واخدة بتاخد شكل شعبي شوية، نمط شعبي في هذه الصناعة. هل كل المسألة واحد؟ لا، زي ما هنشوف بعد شوية في ناس بدأت تطلع برا هذا الاطار، خارج هذا الاطار وخارج هذا الصندوق، وتفكر ازاي النهارده تطرح منتج بيوازي متطلبات المرحله وشروط هيئه سلامه الغذاء في طرح منتج غذائي يناسب، مش هقول المواصفه، لكن يناسب ويحافظ على صحه المستهلك المصري. ده هنشوفه بعد شويه في الحقيقه في اخر تقرير لينا واخر زياره لينا، ولكن قبل النهاية عايز أؤكد تاني كل عام وحضراتكم بخير، نرجو أن نكون قد أفدناكم، على أمل أن ألتقي بحضراتكم في نفس الموعد الأسبوع المقبل إن شاء الله، وأسيب حضراتكم مع آخر تقرير وآخر زيارة لكاميرا البرنامج. مجلس إدارة مصانع بيتا سوليوشن للمستلزمات الطبية. احنا من 2008 شغالين في السوق المحلي وشغالين في السوق الدولي كتصدير
بننتج مجموعة كبيرة من المنتجات اللي بتخدم القطاع الطبي. مؤخرا احنا ما بقيناش بنخدم القطاع الطبي فقط، احنا بنخدم المستهلك النهائي اللي زي حضرتك واخت حضرتك وزوجة حضرتك، لان المنتجات بتاعتنا هي منتجات الحماية الشخصية اللي النهاردة بقينا كلنا كل بيت في مصر بيستخدمها، طبعا في ظل الظروف اللي الدولة بتمر بيها او العالم كله بيمر بيها، فكلنا بقينا محتاجين لمنتجات الحماية الشخصية. صناعة المستلزمات الطبية هي صناعة أساسية للقطاع الطبي، يعني احنا انت بتعمل منتجات بتحمي القطاع الطبي اللي بيتعامل مع ميكروبات، بيتعامل مع فيروسات، بيتعامل مع كل الكلام ده ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا. هيظل الطبيب اللي داخل غرفة عمليات محتاج حماية شخصية عشان الفيروسات والميكروبات اللي بتتنقل، مع انتقال الميكروبات والفيروسات لبرا غرف العمليات وبرا القطاع الطبي بقى واجب على كل الناس انها تستخدم منتجات الحماية الشخصية عشان تحمي نفسها. وفي بداية جائحة كورونا او ما قبلها كانت الناس بتنظر للكمامة الطبية ان هي او منتجات الحماية الشخصية بوجه عام انها مش منتج اساسي، بستخدمه فقط وانا في مستشفى، بستخدمه في حالات خاصة. انما بعد جائحة كورونا وان الناس بدأت تشوف القريبين منهم بيموتوا، معدلات الاصابة اللي بقت موجودة عالمية بترتفع، وان المستلزمات الطبيه او الكمامات او الكلام ده من هو حائط الدفاع اللي بيقلل من نسب الاصابه بالفيروس، طبعا بدات الناس تهتم انها تستخدم منتجات الحمايه الشخصيه من كحولات من كمامات من الكلام ده عشان تحمي نفسها. يعني احنا النهارده مفيش بيت النهارده ما فيهوش حد ما اصيبش او توفى او الكلام ده، فلازم الناس طبعا كانت تهتم ان هي تستخدم منتجات الحمايه الشخصيه عشان تحمي نفسها. مواد الدفاع يعني دي تعتبر زي السلاح اللي الجنود بتستخدمه، جنود الاطباء كانوا برضو ده سلاح بالنسبه لهم، كان لينا دور مجتمعي كبير ان احنا نوفر الكلام ده مش بهدف الربح تماما بل بهدف المساعدة، وبحكم الدور المجتمعي اللي المفترض واجب علينا احنا بنقدم للمستهلك، بنشرح له ليه يلبس الكمامة، انهي كمامة المفترض انه يلبسها، لان الكمامات مش اي كمامة تحطها على وشك بتحقق لك الحماية من الفيروسات ومن البكتيريا. في مواصفة عالمية وفي مواصفة قياسية مصرية لازم كل المصنعين يلتزموا بيها عشان توفر معدل حماية من الفيروسات، ولازم يكون متوفر في الكمامة فلتر بيحقق نسبة مرتفعة من البكتيريا فلتريشن إيفيشنسي اللي بيحمي الشخص المستخدم للكمامة من الفيروسات، يعني وإلا هيبقى زيها زي المنديل الورق، مش بيحقق لك أي حاجة، هو مش غطاء أنت بتحطه على وشك وفقط، لا ده لازم مواصفة قياسية عشان تحقق الحماية الحقيقية. هو للأسف مش كل المستهلكين عندهم هذا الوعي، وده المفترض أن هو دور الدولة ودور الإعلام ان هو يقول للناس ازاي تستخدم وازاي تختار المنتج اللي انت بتحمي بيه نفسك عشان ما يبقاش سلاح فاسد. ممكن بتشتري كمامة عشان تحطها على وشك هي لا تحقق اي حماية حقيقية وتضر في نفس الوقت، انت بتبقى متخيل ان هي بتحميك ولكنها ما بتحماكش خالص. فلازم اي مستهلك النهاردة قبل ما يشتري المنتج لازم يتأكد انه مغلف، لازم يتأكد انه معقم، لازم يتأكد انه مكتوب عليه انه مطابق للمواصفة القياسية المصرية، لازم يتأكد مين المنتج لهذا المنتج ومدى حصوله على الشهادات والموافقات والتصاريح عشان يطلع منتج بجودة تحقق الحماية الحقيقية. كان لنا السبب ان احنا نعمل منتج كمامة للأطفال، ان
ان احنا نعمل منتجات سانيتايزر بتتغلب على المشاكل اللي موجودة من الحساسية الى اخره. قدمنا منتج بيحقق الحماية وفي نفس الوقت ملطف للبشرة وفي نفس الوقت بيكون بريحة طيبة. عملنا تطوير في منتجات كتيرة، زي كان لينا السابق ان احنا نعمل اول كمامة معقمة بالكامل تنتج بالكامل اوتوماتيك بدون تدخل بشري، وعندنا افكار كتيرة طبعا في الوقت الحالي. القطاع بتاعنا في عندنا الحمد لله يعني مغطيين احتياجات السوق المحلي بشكل كويس، عندنا اكتفاء ذاتي من المنتجات بتاعتنا. فليه بنستورد؟ ليه تاني بنجيب من بره واحنا عندنا اكتفاء ذاتي من المنتج المحلي اللي بجودة وسعر اقل من المنتج المستورد؟ ليه عقدة الخواجة في ان انا بجيب منتج عشان هو مستورد وانا بقدم المنتج المصري بجودة افضل وبسعر افضل من المنتج المستورد؟ تدخل الدولة في الجزئية ديت ان هي تسن قوانين وهي ادرى الناس بمدى الاكتفاء الذاتي من المنتجات المتوفرة، تسن قوانين بمنع استيراد المنتجات لحماية الصناعة المصرية.